طبعا هو الشهيد استاذ احمد فيصل قاضي محكمه تحقيق مختص بقضايا المخدرات والمؤثرات العقليه، هذه تعتبر قضايا المخدرات والمؤثرات العقليه من الجرائم الخطره على مستوى البلد بسبب تفشي ظاهره المتاجره وتعاطي المواد المخدره. الخصوصيه بالموضوع ان محافظه ميسان بالاونه الاخيره اصبحت المحافظات الاكثر اتجارا بالمواد المخدره. عمل السيد القاضي شهيدنا الأستاذ أحمد اتسم بالنزاهة والحسم وعدم المجاملة على سبيل المصلحة العامة، وتم تنفيذ أغلب أوامر القبض اللي صادرة بحق متاجري المواد المخدرة في محافظة ميسان. تلقى العديد من التهديدات سبق وأن تعرض لوضع عبوة ناسفة بباب داره، وهذا التهديد الأول كان، والتهديد الثاني اللي حصل ليلة البارحة وأدى إلى استشهادة بمرأة ومسمى من القوات الأمنية بالمحافظة وعلى قرب مسافة لا تجاوز 50 متر عن قيادة شرطة ميسان، وفي منطقة تسمى في محافظة ميسان بالمربع الأمني بما تحتويه من أجهزة أمنية الاستخبارات ومخابرات وأمن وطني وقيادة الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية المهمة في المحافظة. رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي حيدر خنون قام باتخاذ جملة إجراءات صارمة بحق جميع الأجهزة رؤساء الأجهزة الأمنية المهمة في المحافظة اللي من ضمنهم قائد شرطة ميسان ومدير الاستخبارات وكذلك قائد القوة العمليات المشتركة للمحافظة قيادة العمليات وكذلك قاطع شرطة حطين وقاطع شرطة البلدة مدراها بإصدار أوامر قبض بحقهم وفق أحكام المادة 330 لتقصيرهم من قانون عقوبات العراق رقم 111-1969 لتقصيرهم بأداء واجباتهم وتنصلهم عن أداء واجباتهم. هذه الإجراءات إضافة إلى تأييد ذلك القرار من مجلس القضاء الأعلى في بيان اللي صدر التاريخ اليوم، والذي أكد على ضرورة تحمل الأجهزة الأمنية إلى مسؤوليتها وأن التقصير واضح في تلك الجريمة. احنا كنا نتوقع حضور وزير الداخلية لمحافظة ميسان اتخاذ إجراءات صارمة لحجم الكارثة اللي حلت محافظة ميسان وانعدام الأمن والأمان في المحافظة. للمعلومة الحادث اللي وقع على الشهيد أستاذ أحمد سابقا إلى بيوم أو يومين كان هنالك حادث وقع على أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة رائد، وقبلها بيوم أو يومين حصل على أحد ساقي المركبات الحمل وقتله وتسليب الشخص بطريقة شنيعة جدا. طبعا نعم. الإجراءات والتدابير يقوم بها الأجهزة الأمنية والحكومة بشكل عام لا تتناسب مع حجم الخروقات الأمنية وحجم الجرائم وانفلات الأمن اللي حاصل بمحافظة ميسان. إجراءات ترقيعية وإجراءات شكلية.